هو المشروع الأول من نوعه. شاب استعار فكرته من تركيا وطبقها في سوريا. الخدمة نالت إعجاب السكان، والإقبال يتزايد عليها يوما بعد الآخر. لا يحتاج إلى رأس مال كبير، لكنه حتما يربح الملايين من فكرته البسيطة بعد نجاحه في تنفيذها. أقام شاب سوري مشروعا هو الأول من نوعه في البلاد بتكاليف مالية قليلة، أصبح يحقق دخلا كبيرا في ظل انعدام فرص العمل وتردي الأوضاع، بل وتفاجأ بالإقبال الكثيف على الخدمة التي يمنحها للسكان. ما قصة هذا الشاب وكيف حقق هذه الأرباح؟ في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين السكان، تتزايد فرص البحث عن فرصة العمل خاصة من الشباب. الكثير منهم يفكرون في حيل وأساليب لإيجاد دخل يساعدهم على أن يعيشون حياة كريمة. محمد بكور أحد هؤلاء الشباب الذي يقطن مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حيث تمكن من افتتاح مشروعه المتميز وتفاجأ باستجابة السكان وتفاعلهم مع الخدمة التي يقدمها سريعاً بعد أن أدرك احتياجات عملائه. المشروع تم تنفيذه على أرض مدينة إعزاز والبلدات القريبة منها، مثل كفر كلبين وكفر جنة وقطمة وسجود وندة ونيارة وشمارين وشماريخ. يتقاضى الشاب من 70 ليرة إلى 100 ليرة تركية مقابل تقديم خدمته التي تزايد معدل الطلب عليها. الشاب أطلق على مشروعه اسم كاموج الفزعة. والده هو صاحب الفكرة، استوحاها من مهن مشابهة في تركيا. انطلق به بكلفة تقدر ب1500 دولار من دون حساب ثمن السيارة المستعملة في المشروع. فكرة المشروع تعتمد في المقام الأول على إصلاح إطارات السيارات المتعطلة من دون التقيد بمكان محدد، من خلال سيارة مزودة بمعدات أشبه بمحل متنقل يتمكن من خلالها الشاب من الوصول إلى عملائه في أي وقت. المشروع جاء ليخفف من معاناة سائق السيارات بسبب الأعطال المتكررة في إطارات آلياتهم، وذلك لعوامل تتعلق بصعوبة الطريق. يتعذر وصول السائق إلى المحال المخصصة للصيانة بسهولة في حال التعطل، ومن هنا أتت فكرة كاموجي الفزعة للوصول إلى السيارة المتعطلة في موقعها بعد الاتصال بالقائم على المشروع عبر رقم مخصص. الشاب كان يعتزم افتتاح محل خاص بإصلاح الإطارات، وبحث لفترة طويلة عن محل يتناسب مع إمكاناته، إلا أن ذلك تعذر بسبب إيجارات المحال المرتفعة والتي تتراوح ما بين 100 دولار إلى 150 دولار. انتهى باكور إلى استخدام سيارة شقيقه، فاقترح عليه تحويلها إلى محل كامبوجي متنقل مزود بالمعدات اللازمة، ويعتمد بشكل رئيسي على إصلاح إطارات السيارات في حال تعطلت على الطرقات البعيدة من مركز مدينة إعزاز. أصحاب السيارات أبدوا إعجابهم بالفكرة لكونها تنهي معاناتهم بمكالمة هاتفية في حال تعطلت سيارته أثناء تأدية أحد الطلبات في المدينة أو ريفها. الفكرة مفيدة لكثير من أصحاب بصات النقل الصغيرة أو التكاسي، خاصة أولئك القاطنين في المخيمات المحيطة بمدينة إعزاز.